قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة شرقية سوريا بعد تعليقها لأكثر من أسبوع. مصدر خاص يؤكد لحلب اليوم أن نظام الأسد يعد قائمة جديدة للمطلوبين لأداء خدمة الاحتياط في صفوف قواته. وزارة الهجرة العراقية تعلن عودة 444 لاجئا عراقيا من مخيم الهول قرب مدينة الحسكة السورية إلى محافظة الموصل. ناشطون يتهمون نقطة المراقبة الأردنية بقتل امرأة من مخيم ركبان، والجيش الأردني ينفي مسؤوليته. قوات النظام تعتقل مجموعة من العائلات السورية اللاجئة في لبنان خلال عودتها إلى سوريا. مصادر دبلوماسية تقول إن الأمين العام للأمم المتحدة مدد عمل المبعوث الأممي إلى سوريا المستقيل ستيفان ديمستورا حتى نهاية العام الحالي بهدف تشكيل اللجنة الدستورية السورية.